هذا رقم واحد، هذا رقم واحد. هس أشوفكم الثاني والتصوير مالتني. هذا رقم واحد. بلبل حلو عمره صغير وعلينا من بدله بعده ويعارك ويا ديد ولسانات قوية. هذا رقم اثنين هم يعارك علافة قوية قوي، هم طير صغير مو كبير، أعمارهم بين الخمسة بين السبعة أشهر، هاي أعمارهم مو أكثر، لأن بعد بيها الريش أملاح وما مكملات بعد ذيل مالته، هاي العلافة مالته كلش قوية. طير هذا حتى يزاوف. هذا رقم اثنين هسه راح اصور التغريد مالتي. هذا رقم واحد، هذا بعدني ما معلقه باليد ما شاء الله. باليد شوف قفص ما ثابت باليد.
صورناهن لكم مثل ما شفتوهن المستوى مالتهن. هذا رقم واحد اللي هو طبعا شوية أصغر بالعمر من رقم اثنين. هذا حتى قلابي هم بالقفص إذا انتبهتوا عليه، قلابي وعلى المستم يعني القلابية مالته كلش حلوة وقوية ولساناته صحيحة ما بي غلط، صوتهم قوي بي. هذا رقم واحد. رقم اثنين هذا مثل ما شفتوا، هذا بي لسانات تلقين وبي لسانات صحيحة، بس الطير ما بين لأنه هاي أول عزلة له، بس كمستوى مال الألافة كلش قوي. ها مثل ما جاي تلاحظون يعارك ويا الإيد، وشفتوا برا إنه طق الجناح حتى ويا طقة الإصبع. شوفه هذا المزاوف مالته ما يوقف. هذا رقم اثنين، طبعا اخشن هم شويه هو تحياتنا.